خلال العام الجاري أعلنت السلطات التونسية اعتقال ما يزيد عن 1000 شخص يشتبه في علاقتهم بالجماعات التكفيرية وتفكيك نحو 33 خلية متشددة. وفيما تواصل قوى الأمن جهودها في ضرب الجماعات الظلامية وإحباط مخططاتها، تبقى المخاوف قائمة من محاولات استهداف الأمن في البلاد. طبعا تونس ليست استثناء في العالم أو في المنطقة، هناك نجاحات أمنية كبيرة الحمد لله، يعني منذ أشهر تفكيك عديد المجموعات الإرهابية وعديد الخلايا وكذلك القبض على عديد المفتش عنهم في قضايا إرهابية خطيرة، لكن تبقى المخاوف الأمنية قائمة وتبقى مخاطر التحركات الإرهابية خاصة فيما يعرف ظاهرة الذئاب المنفردة. يرى متابعون أن النجاح الأمني المتواصل يأتي في ظل يقظة قوى الأمن والمساندة الشعبية الكبيرة التي تحظى بها الأجهزة المختصة، فضلا عن الرفض الشعبي المتجدد لظاهرة الإرهاب. هناك جهد كبير، هناك عملية استباقية مهمة للغاية. بطبيعة الحال لم تعد هناك حاضنة اجتماعية، ربما هناك ثقة تم إرساؤها بين المواطن التونسي والمؤسسة الأمنية في إطار الحرب على الإرهاب، ونستحضر جميعا تلك الملحمة التي حصلت في بن قردان وحتى في أماكن أخرى في العاصمة أيضا في العمليات الإرهابية، عندما التحمت الجماهير مع قوات الأمن في التصدي للإرهابيين. وتواجه تونس تحديات أمنية منذ ثورة عام 2011، وشهدت البلاد عمليات استهدفت عناصر من الجيش والشرطة ومقار أمنية ومناطق حيوية. تواصل الأجهزة الأمنية التونسية جهودها في كبح جماح الجماعات الإرهابية المتطرفة، ومع ذلك يبقى الخطر قائما بتنفيذ تلك الجماعات عمليات قد تمس من الأمن القومي التونسي، ما يستدعي أخذ مزيد الحيطة والحذر. ياسر دبابش، الغد، تونس.